تستبشر أسواق الخضروات والفواكه في الشارقة بموسم مربح مع دخول الفواكه الصيفية قائمة المعروضات المتوفرة في السوق سواء من المحلي أو المستورد. مع حلول الصيف تزهو أسواق الخضار والفواكه بالمنتجات الموسمية المرافقة لأشعة الشمس ودرجاتها المرتفعة لتجود لنا الأرض بطيب ثمارها التي تظهر جليا في الفاكهة بأنواعها المختلفة، فمنها البطيخ والمانجو المعروفتان محليا باليح والهمبا وغيرها الكثير من شتى الأصناف القادمة من بلدان عدة حول العالم. في شيء مميز في الصيف هي الفواكه الصيفية أو المجموعة اللوزية اللي فيها بذور مثل البطيخ، الشمام، الخوخ، الأمور هاي. هاي الفواكه طبعا لأنها موجودة في أو منتجة في فترة الصيف تيجي من الدول المجاورة اللي هي الأردن، لبنان، سوريا، عندك الخليج العربي أو المغرب العربي، ليبيا، الجزائر، المغرب، فهاي البضاعة وإيطاليا، أسبانيا، العنب مثلا. فهاي الحمد لله رب العالمين في الصيف تيجي وأسعارها تكون معقولة، طبعا موجودة في الشتاء بس تستورد من أستراليا والأماكن الثانية فتكون أسعارها شوية غالية. الفاكهة الصيفية بأنواعها المختلفة تسهم في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم في الصيف نتيجة للحرارة المرتفعة التي تشهدها الدولة، فهنا يتوافد الزوار لاقتناء هذه الفاكهة. العالم بشكل عام صار عندهم دراية صحية شوي أكثر، معظم العالم صار بيلجأ للفواكه بموسمة، فبتلاقي بموسم الحمضيات بيجوا بيطلبوا الحمضيات أكثر، علما أنه الفيتامينات تكون أحسن بالموسم هذا. بالصيف كلهم بيلجأوا للفواكه الصيفية لأنه ألذ وكمان صحي بموسمه، والاستيراد كميات موجودة كبيرة، ما فيك تعمل ستوك لأنه بشكل عام الفواكه الصيفية حلوة فتستوي بسرعة زيادة، فلازم يكون على طول الستوك أول بأول، ما فيك تاخذ كميات كبيرة منها. فواكه الصيف الصراحة جميلة ومتميزة بأنها متعددة، يعني أنواع كتيرة، تلاقي بطيخ، مشمش، الأناناس، الحاجات دي كلها ما شاء الله يعني بتطري على القلب زي ما بيقولوا وبتمنح شعور بالسعادة وتعود لنا السوائل احنا بنفقدها بسبب الحر وكده. جئت إلى السوق لأشتري الفواكه الصيفية واشتريت البطيخ والمانجا والكرز، إنه سوق رائع وأنا سعيدة جدا بهذه الزيارة. بدورها تزخر أسواق إمارة الشارقة كسوق الجبيل بأطيب ثمار الصيف المزروعة محليا وحتى المستوردة لتتيح للمستهلكين خيارات عديدة تحت سقف واحد. إذن الفاكهة الصيفية تروي العطش وتنعش الجسد لما تحتويه من فوائد ضرورية تعوض ما فقده الجسم من سوائل في الصيف. لأخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.